العديد من كلام في الميديا. حلقة الخميس دايما بتبقى مهمة ومليئة بالعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا، وكمان بالتحديد كل جديد يخص نادينا العظيم النادي الأهلي، وبالتحديد كمان الفريق الأول لكرة القدم، واللي عنده مباراة غاية في الأهمية غدا أمام النجم الساحلي بإذن الله تعالى نكون موفقين فيها إن شاء الله. ده في حلقتنا النهاردة كالعادة كل خميس الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيض في الحديث عن بعض الأمور الهامة على الساحة الرياضية المصرية. ما تنسوش كمان النهاردة سؤال حلقتنا، توقعاتك ايه لمباراه بكره باذن الله، مباراه الاهلي والنجم الساحلي. تواصلوا معانا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على فيسبوك تويتر وانستجرام، ونشوف توقعات حضراتكم هنعرضها على مدار الحلقه. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم ان النهارده اخر يوم لبرنامج كلام في الميديا يظهر في توقيت الساعه 6 باذن الله. بدايه من يوم السبت هنظهر من خلال هذا البرنامج في توقيت الساعه 5 مساء، عشان مواعيد بقى الشتويه وكلام من ده، والناس بتبقى بتروح بدري ان شاء الله تتفرج علينا، وكمان الناس بتنام بدري شويه، فطبقا للخطه البرامجيه للاداره في القناه، فده كان قرارهم يعني في الحقيقه. وخلاص يعني من يوم السبت باذن الله ميعاد البرنامج هيكون في تمام الساعه 5 مساء، عشان نقول لحضراتكم كل جديد بيخص النادي الاهلي. طيب خلينا نروح نشوف اهم عناوين حلقه النهارده، يلا بينا. الخطيب بيطمئن على بعثة الأهلي في تونس. مهند مجدي أثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية غدا إن شاء الله. الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب رادس. فايلر وعاشور يتحدثان عن مواجهة النجم في مؤتمر صحفي اليوم. أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس. ومنتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا. أعظم جمهور لأعظم كيان في الكون كيان النادي الأهلي، جمهور عظيم جدا في الحقيقة. وأنا في كلمتين كده مزنوق فيهم عايز أقولهم بصراحة، ما بعرفش أمسك نفسي بصراحة كده. اليومين اللي فاتوا بينوا قد إيه جمهور النادي الأهلي ده واعي. قد ايه الناس دي عارفه امتى بيبقى في حملات على ناديهم، وازاي بيواجهوا هذه الحملات في اطار الاحترام. وانا لازم اركز على الكلمه دي، لما تواجه انتقد في اطار الاحترام، انتقد بكل قوه، مفيش مشكله دون اي تجاوز، مفيش مشكله. لكن انا عاجبني قوي وعي جمهور النادي الاهلي، يعني شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفريق فرحان قوي، جمهوره فرحان جدا باداء مبهر ومميز في المباريات، حتى بقى فتره توقف وقفت الاهلي شويه ما يلعبش ما فيش مشكله، بيرجع ما شاء الله زي ما هو، ما بيلعب ورا بعض ما شاء الله الدنيا ماشيه تمام، كله زي الفل. فالتوقيت بتاع اثاره الازمات والمشاكل قدر يقراه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي تشبع بمبادئ واخلاق نادي، دي حقيقه. الناس عارفه الهدف ايه، اللي بيحصل ايه، الهدف من ورا كل حاجه بتتقال دلوقتي على النادي الاهلي ايه. في بعض الناس شايفه الاهلي ماشي كويس، مفيش حاجه الحمد لله بتاثر فيه، مفيش اي كلام او اي ازمات او اي امور ممكن تعكر صفو المسؤولين في النادي الاهلي، اللاعبين، الاجهزه الفنيه، بتكلم في العموم في كل حاجه بتخص النادي. فالوعي ده مش هتلاقيه عند اي جمهور في الدنيا. الناس خلاص عرفت اللي بيشوه صوره النادي الاهلي، او اللي بيحاول يتكلم او بيثير ازمات في توقيتات غير صحيحه بيبقى هدفه ايه. لكن اطمنوا الاهلي متعود على الكلام ده، وحضراتكم كجمهور عظيم للنادي الاهلي متعودين على الكلام ده. خلاص هيأثر الكلام ده مع الفريق، مع اي حاجه بتخص النادي الاهلي؟ لا مش هيأثر. كان زمانه اثر السنه اللي فاتت كان زمانه اثر. لو الحاجات دي بتجيب نتيجه كان زمان الاهلي دلوقتي ولا خد دوري، كان الامور زمانها ماشيه بشكل سيء جدا، كان زمانك ما عرفتش تجيب صفقات. احنا مرينا السنه اللي فاتت بظروف صعبه جدا حقيقه، وحضراتكم عارفين كده كويس جدا. لكن في كل الاحوال النادي اللي بقى وراه جمهور بهذا الكم وهذا الحجم والحب لكيان النادي الاهلي، اكيد الرهان عليه كسبان ما فيهاش نقاش. فدي امور غايه في الاهميه، وكلام انا كنت مزنوق فيه في البدايه كده، حابب كنت اقوله يعني بصراحه، لان بعض الامور بتبقى مستفزه جدا يعني. طيب دي كانت بدايه وكلام، وان شاء الله باذن الله بكره باذن الله تعالى الاهلي يكون موفق. وعلى فكره
اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا، الجهاز الفني مركز بشكل مميز قوي، لان الاهداف واضحه وبيسعى وراها كل المسؤولين عن النادي، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين. اهداف مهمه جدا بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في بطولات. اهم بطوله ايه؟ وهعيد وازيد، اهم بطوله فعلا بطوله دوري ابطال افريقيا. لازم نفكر نفسنا كل يوم ان هدفنا الاساسي السنه دي ان شاء الله، وهدف اللاعبين الرجاله والجهاز الفني، ان هم يجيبوا لنا اللقب. وحشنا، وحشنا كاس العالم، البطوله نفسها وحشتنا، الاحتفال باللقب ده وحشنا. بالمناسبه احنا بنيجي لما بناخد القاب ثانيه بنحتفل وبنفرح وكل حاجه، لكن الاحتفال بلقب دوري ابطال افريقيا ليه مذاق مختلف، ما فيهاش نقاش. ان شاء الله نكون يكون حظنا جيد ونكون موفقين الموسم ده، والفريق يكون موفق في اسعاد جمهوره العظيم، جمهور النادي الاهلي. قولوا لي يا جماعه عايزين ايه دلوقتي؟ لقاء مع انيس بوجلبان نجم النادي الاهلي السابق ونجم نجوم الفريق في حقبه كانت مميزه جدا جدا في تونس، وكان حريص جدا على التواجد مع بعثه الفريق وزياره الفريق والحديث مع البعض. ودي لقطات هو طبعا لحق يلعب مع احمد فتحي وحسام عاشور، يعني دول الموجودين دلوقتي اللي زاملوا انيس بوجلبان، فطبعا هتلاقي حفاوه كبيره جدا في الاستقبال ما بينهم وما بين بعض. بالمناسبه كل رحله النادي الاهلي في تونس بيبقى حريص قوي انيس ان هو يكون متواجد مع الفريق ويزور الناس يعني في الفندق الخاص بالنادي الاهلي، وبيحاول يساعد في اي شيء يعني، ودي ميزه كويسه يعني. دايما اي حد بيخش النادي الاهلي حتى لو قعد سنتين ثلاثه، سنه واحده بس، بيتطبع بطباع النادي. والكلام ده على فكره احنا مش بنقوله كلام كده وخلاص، لا، الاحداث او كل حاجه بتحصل هي اللي بتقول لنا الكلام ده في الحقيقه يعني. فدي لقطات مهمه. معانا لقاء ليه؟ نروح نشوف لقاء انيس بوجلبان، يلا بينا. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، كالعاده الكواليس الخاصه لفريق النادي الاهلي، مباراه النجم الساحلي والنادي الاهلي مباراه غايه في الاهميه، لكن بعيدا عن هذه المباراه طبعا سعداء جدا ان احنا متواجد معانا كابتن طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن انيس بوجلبان. بنبقى سعداء بصراحه كابتن انيس ان انت معانا متواجد على شاشه قناه النادي الاهلي. حابب تقولي في البدايه على المباراه، على الجيم وعلى حضورك، وسلام كابتن احمد فتحي وكابتن سيد عبد الحفيظ، حطينا في الاجواء كده كابتن انيس. والحاجه طبعا تحياتي طبعا لجماهير النادي من خلال قناة النادي، تحياتي لكل المشاهدين القناة وخاصة جماهير النادي الأهلي. حاجة ثانية بطبيعة الحال يعني نستغل كل فرصة انه يكون النادي الأهلي موجود باش نجي نسلم على اللاعبين اللي كنت لعبت معاهم كيما أحمد فتحي وعاشور وكابتن سيد والناس الكل يعني. طبعا النادي الأهلي كي يجي لتونس أقل واجب انه نجي ونسلم ونشوفهم، لانه طبعا العلاقه ديما تقعد كبيره بيني وبين النادي الاهلي اللي في عشت فيه احلى فترات حياتي. بالنسبه للمباراه اكيد انها مباراه صعبه، ما هي الا المباراه الاولى، لكن ديما تقعد مباراه النجم والنادي الاهلي دي مباراه كبيره على كل الفرق التونسيه، كل مره تقابل النادي الاهلي الا وتكون المباراه صعبه. نتمنى التوفيق، نتمنى نشوف مباراه طيبه. نعرف انه كل مره نعمل تصريح يعني يكون في الاهلي طرف ضد اي فريق تونسي الا وتصير مشاكل في تونس، لكن نقول انه نتمنى التوفيق ونتمنى نشوف مباراه طيبه. علاقتك جميله ورائعه بين احمد فتحي بالتحديد وبيهزر معاك على طول يا كابتن ياسر، انا عارف ان علاقتك طيبه بكل اللعيبه، لكن احمد فتحي حابب تقول له ايه؟ احمد فتحي بصراحه يعني كل مره نتفرج فيه الا ونتذكر الايام الكبيره اللي عشتها في النادي الاهلي. احمد فتحي الامانه متعه الفرجه فيه، قمه في الرجوليه نقولوا احنا بالتونسي يعني، لاعب مقاتل، واحد من احسن من اساطير النادي الاهلي. الامانه اندفاع، قوه، حب النادي، اضافه الى شخصيته يعني، شخصيته شخصيه كنت لما كنت في النادي الاهلي كان قريب مني جدا لانه شخصيه مرحه بطبيعه الحال، اضافه لكل النجوم اللي عشت معهم. الحمد لله انه العلاقات قديمه كما نقولوا تنتهي الكره، لكن تقعد العلاقات طيبه، والحمد لله ان لليوم ما زلت نتذكر الايام الحلوه اللي عديتها في مصر. الله يخليك، شكرا شكرا.
كل الشكر والتقدير لكابتننا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن انيس بوجلبان. كالعاده كان حريص جدا ان يكون متواجد في فندق الاقامه اللي حي طبعا فريق النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. وكانت تحيه خاصه جدا لكابتن احمد فتحي للعلاقه الطيبه والجميله. هم دول يعني زي ما بنقول ولاد النادي الاهلي. كابتن انيس عنده حب كبير جدا للنادي الاهلي رغم اعتزاله ورغم خروجه عن النادي الاهلي لسنوات طويله جدا، لكن حرصه الدائم ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي في اي محفل سواء في اي بطوله متواجده في تونس يحسب لكابتن انيس. ان شاء الله باذن الله تكون اجواء طيبه، تكون اجواء تنعكس بشكل كبير جدا على النادي الاهلي باذن الله. ثقتنا كبيره والفوز باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي. شكرا كريم. ولقاء مهم جدا مع انيس بوجلبان احد نجوم النادي الاهلي السابقين ولاعب تونسي كبير جدا، والروح دايما بتبقى مميزه. اي حد بيبقى جوه النادي الاهلي لفتره من الفترات خلاص بيبقى يعني تحس ان هو اهلاوي من هو صغير، اتولد في النادي يعني، فدي حاجه كويسه. نخش بقى في المباراه، نركز، سيبك بقى من اي حاجه، اي كلام بيتقال عن النادي الاهلي اليومين دول، اي اخبار بتعمل اي بلبله، كبر دماغك، كبر دماغك والله، ركز في هدفك. احنا عندنا هدف مهم قوي، البدايه دايما بتبقى اهم في دور المجموعات، دوري ابطال افريقيا، مباراه غايه في الاهميه والقوه والصعوبه، مباراه النجم الساحلي، فاحنا عايزين ندخل حضراتكم بقى في الاجواء، الفريق بيستعد ازاي والامور ماشيه ازاي. في البدايه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيطمئن على بعثه الاهلي في تونس من خلال التواصل مع رئيس البعثه الدكتور مهند مجدي، وكمان التواصل مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره عشان يعرف كل جديد بيخص الفريق والدنيا بالنسبه لهم ماشيه ازاي. وتواصل دايما بيبقى مهم من رئيس النادي واللي على راس هذه المنظومه الكبيره. الكابتن محمود الخطيب يعني اكد في اتصاله الهاتفي مع الدكتور مهند مجدي على ثقته الكبيره في لاعبي الفريق وجهازهم الفني وقدرتهم على تحمل المسؤوليه، وكلنا واثقين فيهم ثقه كبيره جدا، ان شاء الله يفرحونا باذن الله. كمان الدكتور مهند مجدي رئيس البعثه قال ان الروح القتاليه للاعبين واصرارهم على تقديم عرض طيب امام بطل تونس غدا وتحقيق نتيجه ايجابيه تساعد الفريق ان شاء الله في انطلاق جيد او انطلاقه جيده في مشواره بدوري المجموعات، وتبقى خطوه كبيره باذن الله لفريق النادي الاهلي. كمان الدكتور مهند مجدي قال ان هو بيثق ثقه كبيره جدا في لاعبي الاهلي، وبيشكر مسؤولي النجم الساحلي واللي في الحقيقه دايما بيبقى فيه تعاون والعلاقات اكثر من رائعه ما بين النادي الاهلي وما بين كل الانديه التونسيه بالمناسبه يعني. ومسؤولي النجم الساحلي احنا يعني كنا بنتقابل ماتشات كتير جدا اهلي ونجم ساحلي، فخلاص يعني العلاقات مميزه يعني. طيب فايلر وحسام عاشور النهارده عندهم مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفي بيبقى اعتيادي قبل المباراه ب 24 ساعه للحديث والرد على استفسارات الاعلاميين بخصوص الجانب الفني او اخبار الفريق وحديث الجهاز الفني واللاعبين اللي بيتمثلوا في حضور المدير الفني مستر فايلر وحسام عاشور عن هذه المباراه المرتقبه. المؤتمر ده هيبقى بالظبط في تمام الساعه 7:30 بتوقيت ايه؟ بتوقيت تونس، والمران هيكون الساعه 8 بتوقيت تونس، يعني بالتالي المران هيبقى الساعه 9 بتوقيت مصر، والمؤتمر هيكون في تمام الساعه 8:30 بتوقيت مصر. طبعا بكره انتوا حضراتكم عارفين ان المباراه في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله، بالتالي المران الرئيسي هيخوضه النادي الاهلي النهارده على ملعب رادس، وده طبقا للوائح بتاعه الاتحاد الافريقي ان انت لك كفريق ضيف ان انت قبل المباراه ب 24 ساعه مرانك الاخير يكون على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه، وان شاء الله هيكون مران مهم جدا هيضع فيه مستر فايلر كل الرتوش النهائيه التي تتعلق بهذه المواجهه. موضوع رامي ربيعه امبارح للاسف تعرض لاصابه كدمه قويه شويه في فخده، لكن في فحص طبي ليه النهارده، لكن انا بطمن حضراتكم رامي ربيعه بنسبه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون متواجد في المباراه، هيبقى جاهز، قصدي يعني هيبقى متاح للجهاز الفني، الجهاز الفني هو اللي هيقرر هل يلعب رامي ولا لا، لكن طبيا باذن الله هو خلاص هيبقى متاح، وده من خلال تواصلنا مع الناس هناك وتاكدنا بشكل كبير جدا، وان شاء الله رامي الموضوع الحمد لله بسيط وهيشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا باذن الله تعالى. اتكلمنا على موضوع انيس بوجلبان ونزار الفريق النهارده بعد المران، الفريق هيرجع على ايه؟ على مقر الاقامه، هيبقى في وجبه العشاء الخاصه بيهم، بعد وجبه العشاء هيبقى في محاضره اخيره لمستر فايلر قبل المحاضره اللي بتسبق المباراه مباشره، وهيبقى كلام واحاديث مهمه هيعرض فيها مستر فايلر بعض اللقطات الخاصه بفريق النجم الساحلي وكيفيه التعامل مع هذا الفريق، وان شاء الله نكون موفقين في التعامل معاهم ونخرج بالفوز باذن الله. نخرج بالفوز لو تعادل مش وحش طبعا، انت بتلعب بره ارضك ومع نادي كبير جدا زي النجم الساحلي، لكن دايما احنا طماعين كجمهور اهلي، احنا عايزين الاهلي باذن الله يكسب. سامي قمصان هيلحق بالبعثه في بعثه الاهلي في تونس النهارده، وهو كان تخلف عن السفر
مع البعثة عشان كان بيقود تدريبات المستبعدين أو الغائبين عن رحلة تونس، وهينضم للبعثة إن شاء الله النهاردة ويكون متواجد في المباراة غدا. ده بالنسبة للكابتن سامي قمصان. كابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ وماهر عبد العزيز الإداري الفريق هيحضروا الاجتماع الفني بكرة إن شاء الله اللي هيكون قبل صلاة الجمعة الساعة 10:30. الاجتماع ده هيتم الاستقرار فيه على الزي اللي هيرتديه الفريقتين ومعاد الوصول للملعب ومعاد النزول لأرضية الملعب وكل هذه الأمور التي تتعلق بالمباراة. نروح نرجع شوية للقاهرة كده في هنت سريع. الغائبون عن مباراة النجم يؤدون مرانهم في ملعب التتش. احنا عندنا مجموعة من الغائبين موجودين في القاهرة وبيعملوا بعض التدريبات الخاصة بيهم زي صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، وكمان صالح جمعة كان عنده النهاردة جلسة في الجيم مع بداية المران وبعد كده انضم للتدريبات بشكل طبيعي واستكمل المران بشكل جيد. بالنسبة لسعد سمير، سعد سمير غاب عن التدريبات النهاردة وراح النادي بس خد حقنة عشان عنده برد قوي جدا، فبالتالي ما قدرش ان هو يشارك في التدريبات لكن خد حقنة علاجية لهذا المرض يعني الانفلونزا، ربنا يشفيه باذن الله. كمان راح بكره للاعبين الغائبين عن مباراه النجم الساحلي. دي اخبار النادي الاهلي قبل 24 ساعه من مباراه مرتقبه جدا. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل عندنا اخبار اكتر باذن الله تعالى، استنونا. فايلر يجري تغييرات على تشكيل الاهلي امام النجم الساحلي. طبعا بعض كمان بيتوقع واكيد كل واحد حقه ان هو يجتهد ويحاول يجيب تشكيل الاهلي او يقرا المعطيات اللي قبل المباراه وبناء عليها يحط تشكيل الفريق في مباراه النجم الساحلي. يقول لك رمضان هيشارك كاساسي، اجاي هيكون مهاجم، هنشوف موضوع المفاضله ما بين فتحي وديانج في وسط الملعب وعاشور كمان. يعني فتحي وديانج هو خبر طبعا يعني مميز، الناس بتحاول تجتهد والناس بتحاول تعرف التشكيل يبقى ايه. فالمفاضله في نص الملعب مش بس عاشور وفتحي او ديانج، الثلاثه مش اتنين منهم، الثلاثه في تنافس ما بينهم على اللي يكون ما جنب السوليه. ممكن نتفاجأ بحاجه اخرى، ممكن ما نلاقيش غير السوليه موجود وزي ما شفنا كده في مباراه الجون، يعني ما نعرفش. دايما مع مستر فايلر كده بنتفاجأ، يعني المفاجآت كلها في الحقيقه سعيده ان شاء الله. طيب نروح للاهرام بقى. انا عارف ان حضراتكم مستنيين الخبر ده من اول ما قلنا العناوين كده. كهربا يوقع للأهلي 4 سنوات ونصف السنة والنادي يدفع الشرط الجزائي لأفز البرتغالي. تعليق الوحيد على العنوان الأول ده إن الأمور ماشية في الاتجاه الإيجابي بس كده. الإدارة توضح موقفها من مؤمن زكريا والفريق يخوض مرانه الأخير اليوم. حتة بقى مؤمن زكريا معايا يا بيبو كده. مؤمن زكريا عندك الأهرام اتكلمت في الموضوع النهاردة، وعندك الوفد الخبر اللي بعديه معايا بيبو، الخبر اللي بعديه بيتكلم في موضوع مؤمن زكريا، وعندك المصري اليوم كمان بيتكلم في موضوع مؤمن زكريا. طيب احنا امبارح وضحنا لحضراتكم تفاصيل القصه، ووضحنا وقلنا لحضراتكم ان كل الكلام اللي اتقال في الاعلام من خلال الزملاء الاعزاء في الاعلام وقالوا كلام يعني مش حقيقي خالص خالص خالص، تمام، وان الاهلي استغنى عن مؤمن زكريا في لعب بالالفاظ او في لعب بكلمات معينه، يعني استغنى دي. فانت تحس انت واحد كجمهور من جماهير النادي الاهلي وواحد بتشجع النادي الاهلي وبتحب جدا مؤمن زكريا ابن النادي، فتقول ايه ده ايه ده، يعني الاهلي كده خلاص مؤمن بالنسبه له مش هيعالجه، مش هيدفع مصاريف علاجه، مش عايزه خلاص. مش كده يا جماعه والله خالص، كلام غير حقيقي اطلاقا. واحنا كنا قايلين لحضراتكم امبارح ان احنا مش هنتكلم في موضوع تاني، لكن لان دورنا ان طالما في اخبار في الصحف بتتكلم عن موضوع مؤمن ومعنى ان احنا نسكت ما نعلقش على هذه الاخبار يبقى الاخبار دي صحيحه. بالمناسبه البعض منها صحيح، يعني في بعض الاخبار دي الثلاث جرايد يعني مثلا الاهرام والشروق والوطن بيتكلموا الاهرام والوفد والمصري اليوم بيتكلموا في موضوع مؤمن واتجاهات النادي الاهلي او النادي الاهلي بيتفكر ازاي. بالمناسبه لما قريت المتن في الثلاث صحف لقيت نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه امبارح، ان اصلا ما فيش عقد ما بين الاهلي ومؤمن زكريا، ان اصلا الاهلي عمره ما يقدر يستغنى عن مؤمن زكريا، ان الاهلي منتظر عوده اللاعب، ان الاهلي متكفل بعلاج اللاعب. لو تفتكروا في تصريح مهم قوي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، تصريح مهم قوي، قال لك ايه؟ قال لمؤمن لو هترجع بعد 6 شهور احنا مستنيينك، لو هترجع بعد سنه احنا مستنيينك، لو هترجع بعد 3 سنين احنا مستنيينك، واحنا متكفلين بكل مصاريف العلاج. ده شيء مفروغ منه، يعني البعض بيحاول يصطاد في الماء العكر في الحقيقه، يعني
ويقول لك ايه اصل الاهلي بيتخلى عن اللاعب. الاهلي لم ولن يتخلى، بعيدها تاني زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، الاهلي لم ولن يتخلى عن مؤمن زكريا، ابن من ابنائه وهيفضل وراه وفي ظهره وبيعالجه، والكلام ده اعتقد ان هو ما يزعلش حد خالص، ما يزعلش حد خالص، واللي يزعل يزعل بصراحه بقى من الاخر كده، اللي يزعل يزعل، احنا ما بنقولش حاجه غلط، احنا بنقول الحقيقه، واحنا بنقول من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، معنى ان احنا بنتكلم من خلال قناه الاهلي يبقى الكلام مفروغ منه، مش هيطلع انا، مش هطلع انا اقول كلام بخصوص مؤمن ويطلع الكلام غلط، اكيد بتاكد بتصل باكتر من مسؤول في النادي، بيحصل قبل الحلقه، ده شغلي ده طبيعي، هتصل بالناس يا جماعه ايه الموضوع ده، لا وضحوا لنا عشان نقول للناس، نقول لجمهور النادي الاهلي اللي حق علينا نقول له الحقيقه، واحنا وضحنا لحضراتكم الحقيقه امبارح وكل الامور ماشيه بشكل جيد، والاهلي متكفل بكل شيء يخص مؤمن زكريا، لو مؤمن هو عايز اتجاه اخر يتعالج في مكان تاني الاهلي اكيد هيكون معاه، لو ليه وجهه نظر اخرى فهو ليه مطلق الحريه، لكن حته ان الاهلي استغنى عن اللاعب دي ما حصلتش، هي حصلت كجانب لوائحي من امتى؟ من شهرين ثلاثه، من زمان بعد ماتش الاهلي والزمالك الاخير في بطوله الدوري، وكان طبقا للائحه اتحاد الكره انت لازم خلال 15 يوم تبلغ اللاعبين اللي مش هيكونوا موجودين معاك في القائمه، وكان مين تاني؟ انا بعيد تاني برضه عشان اللي ما اتفرجش على حلقه امبارح، او وبالمناسبه مش انا بس اللي اتكلمت في الموضوع ده، عندك اسلام الشاطر، كابتن اسلام الشاطر وكذا اعلامي اتكلم في الموضوع ده واتكلموا بشكل مميز جدا في الحقيقه امبارح، فاللي ما شافش امبارح تصريحات البعض في قناه الاهلي فاحنا بنعيدها على حضراتكم مره تانيه. الاهلي بلغ اتحاد الكوره يا جماعه احنا مش هنأيد مؤمن، مش هنأيد هشام محمد، مش هنأيد احمد حمودي. اللائحه بتقول كده، والاهلي اخطر اتحاد الكوره بالكلام ده. هل هو اخطر مؤمن؟ طبعا اخطر مؤمن. هل مؤمن عارف بالكلام ده؟ عارف ومتفق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بحضور وكيله. هي دي القصه، عشان نختصر الموضوع بحاول اختصره والله، بس غصب عننا لازم نرد، لازم نوضح، ده دورنا. في كل الاحوال نتمنى يا رب يا رب الشفاء العاجل لمؤمن زكريا، انا بحب مؤمن جدا جدا. يعني لعيب مميز قوي. سيبك بقى من ناحيه اللعيب والكلام من ده، اي لعيب في يوم من الايام خلاص هيعتزل، لكن على الجانب الشخصي قمه الاخلاق والادب والاحترام اللي في الدنيا. فانا بحبه جدا مؤمن زكريا، وجمهور النادي الاهلي بيحبه مؤمن جدا، وهنفضل وراه وفي ظهره وبنسنده وبندعمه لغايه لما يرجع لنا باذن الله بألف سلامه، بألف مليون سلامه باذن الله. النادي الاهلي ككيان عمره ما يتخلى عن ابنائه، لازم اعيد وازيد فيها واكد عليها لكل الناس اللي بتشكك في هذه الجزئيه في الحقيقه. نقفل بقى موضوع مؤمن، يا رب بكره ما نلاقيش، او بكره اجازه يوم السبت بقى ما نلاقيش حد بيتكلم في القصه دي ان شاء الله باذن الله، والتواصل دايما موجود ما بين الاهلي ومؤمن، كل حاجه تيجي في خيالك كده ايجابيه ما بين الاهلي ومؤمن موجوده. بالمناسبه عشان نخلص على القصه دي من الاخر كده، جورنان ايه المصري اليوم، المصري اليوم على فكره كاتبين برده اللي هو قدامنا ده، كاتبين كلام ايجابي جدا، يعني كاتبين اللي احنا بنقوله، يعني هم كاتبين كلام جيد من خلال برده تواصلهم مع اكيد المسؤولين في النادي اكيد يعني، لكن العنوان بس انا عندي تعليق صغير على العنوان، بيقول لك ايه تفاصيل خلاف مؤمن مع الاهلي، هو اصلا مفيش خلاف ما بين مؤمن والاهلي، مفيش خلاف ما بين مؤمن والاهلي على حد معلوماتنا والتاكيدات اللي احنا عارفينها، ان مفيش اي خلاف ما بين اللاعب والنادي، بس دي اللي انا حابب اعلق عليها، الامور ماشيه مبالغ بقى وكلام من ده انا مش هتكلم فيها، دي حاجه ما تخصناش احنا، دي حاجه ما تخصناش، دي علاقه ما بين اب وابنه، اهلي ومؤمن بس، ملناش ان احنا نخوض فيها. امبارح لما وضحنا بعض التوضيحات الصغيره كده كان غصب عننا بسبب اللي كان بيحصل من الناس في الاعلام، زمايلنا وبنحترمهم وكل حاجه، بس لما يبقى في حاجه مش صحيحه والتوقيت كمان بتاعها غلط جدا وهما بيثيروها بعد فتره كبيره قوي وهي كانت خلصت، لا يبقى لازم نقف هنا ولازم نعلق، لازم ما فيهاش نقاش يعني. بس ده فيما يتعلق بموضوع مؤمن. نروح بقى لايه؟ انت عايز الدستور يا بيبو انا عارف، نروح للدستور. طيب تعالى هات الدستور. طلب اخراج عمال الملعب خلال التدريبات ويبحث نقاط ضعف الخصم، وارد يا بيبو ان ده يحصل، انت ايه اللي مش عارف. الاهلي يؤدي مرانه الاخير على رادس وفايلر يخشى جواسيس النجم. انت قصدك على اني عمال؟ طيب ماشي بتوع تونس ماشي. عامة يعني دي بعض الأخبار اللي بتبقى إيه طبيعية، يعني قبل أي مباراة بيبقى في يعني ممكن مستر فايلر يكون فعلا طلب إن عمال الملعب ما يكونوش موجودين، اللي هو ملعب استاد أو ملعب الجامعة التونسية اللي هو الملعب اللي بيخوض عليه النادي الأهلي تدريباته لحد امبارح، النهاردة مران على استاد رادس اللي هيستضيف المباراة، ودايما مستر فايلر حتى بالمناسبة في استاد التتش واستاد مختار التتش في ستاير كده اتعملت يعني
بتتحط لما يبقى فيه تدريب وبتتشال لما يبقاش فيه تدريب يعني. فالراجل بيحب دايما يقفل على شغله وحقه يعني، ما فيهاش اي مشكله يعني. ماشي، نروح لخبر اخر من اليوم السابع. الاهلي يرفض نظام الاستبدال قبل نهايه الموسم. طبعا الاهلي يتدرب في رادس ورمضان صبحي يعود للتشكيله الاساسيه امام النجم الساحلي. خلاص موضوع المباراه احنا اتكلمنا فيها، هنتكلم فيه طبعا على مدار الحلقه بشكل اكبر، لكن الجزئيه الاولى دي ده خبر حقيقي يا جماعه، ده خبر صح. الاهلي فعلا بيرفض نظام الاستبدال، وانا بقول صح ليه؟ لان فعلا كابتن سيد عفيف تصريحاته كلها كانت كده في فترات سابقه. الاهلي القصه من النهايه كده، في بعض الانديه بتحاول ايه، تقول لك تضغط على اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه، يا جماعه زودوا عدد الاستبدال شويه. الاستبدال المفروض قد ايه؟ 5 لاعبين تقدر تستبدلهم في شهر يناير او على مدار الموسم بشكل كامل. في بعض الانديه استبدلت 5 مع بدايه الموسم. ازاي؟ هتقول لي ازاي يعني استبدلت؟ هقول لك ان هم ايدوا خلاص 30 لعيب، وبعد ما ايدوا 30 لعيب شالوا 5 وحطوا 5 مكانهم، فانت كده خلاص خلصت الاستبدال بتاعك. في انديه عملت 4 استبدالات ناقص لهم مكان واحد، وحدي بالامثله الزمالك ناقصه مكان واحد، بيراميدز عمل كل الاستبدالات على ما اتذكر يعني. الاهلي ناقص له ايه؟ ناقص له مكانين يستبدل، يشيل 2 ويحط 2. فانت لو عايز تحافظ على نظام مسابقه تمام، حافظ على اللوائح. اللائحه بتقول ان 5 بس ما تعدلش في نص الموسم. هعيد تاني، هتيجي تقول لنا ما هو السنه اللي فاتت، اصل السنه اللي فاتت كان ليها ظروفها. واضح ان ظروفه تتكرر هي مع بدايه الموسم، تاجيلات وكلام من ده، لكن نحاول ما نكررهاش كلها، نتجنب بعضها، يمكن نحاول نبقى كويسين. فان شاء الله ما يبقاش في قرار غير كده من اتحاد الكره في الحقيقه يعني. فالاهلي طبعا حريص على موضوع عدم عوده نظام الاستبدال بشكل مخالف، او ان هو التعديل في لائحه يعني نظام الاستبدال. طيب روزا اليوسف بتتكلم في ماتش 3 مفاجآت من فايلر النجم، بيقولوا يعني ديانج هيكون موجود وازارو هيكون موجود واحمد فتحي هيكون موجود. كده معناها بقى طبقا للدستور الناس بتجتهد وبتحاول تعرف التشكيل برضو، ان احمد فتحي كده طبقا للثلاثه الموجودين، يبقى كده احمد فتحي هيبقى مكان محمد هاني، اليو ديانج هيبقى جنب عمرو السوليه، ازارو هيلعب على حساب اجاي، ورمضان ك وينج ليفت يعني. لكن كل ده احنا لسه ما نعرفوش، ونتوقع كل شيء من مستر فايلر. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف. في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع، واخبار كمان من مواقع تونسيه عن هذه المباراه، نروح نشوفها. يلا بينا. مبتدا، النجم الساحلي بوابه فايلر لكسر رقم جوزيه القياسي مع الاهلي. سوبر كوره، وائل جمعه، هجوم الاهلي الكاسح ودفاعه المتماسك يمهدان الطريق للفوز على النجم. صحيفة الصباح التونسية، النجم الساحلي الهيئة تتبرأ وتعزيزات مهمة قبل مواجهة الأهلي. موقع فوت 24 التونسي، النجم يضيف هذا الثنائي للقائمة الإفريقية. اليوم السابع، الأهلي يناقش تأجيل تدعيم خط الدفاع للصيف. الكابتن فايلر يدرس قيد عمار حمدي افريقيا بعد رفض اعارته. طيب نبتدي موقع مبتدا بشكل سريع بقى عشان عايز الحق استضيف الاستاذ محمد اللؤوسي. مبتدا قالت ايه؟ النجم الساحلي بوابه فايلر لكسر رقم جوزيه القياسي مع الاهلي. جوزيه في فتره تواليه الولايه الثانيه مع النادي الاهلي كان وصل ل7 انتصارات متتاليه ووقف عند الرقم ده. حتى الان مستر فايلر وصل للسبعه دول، لو فاز باذن الله تعالى على النجم الساحلي يكسر رقم مانويل جوزيه. احنا عايزين يفوز يكسر الرقم طبعا، مانويل جوزيه مدرب اسطوري، ان شاء الله فايلر يبقى على نفس الغرار يعني. طيب عايزين نروح للمداخله مهمه جدا مع الكابتن ياسر ريان، نجم نجوم النادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2004، واللي فازوا النهارده في مباراه مهمه جدا على المقاولين العرب بنتيجه 4-3 بعد ما كان متاخر بنتيجه 2-0، والهدف كمان الاخير جه في الدقيقه الاخيره. يا كابتن ياسر مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والله. معلش صوتي بس راح من المباراه، ما انت عارف. الله يعينك الله يعينك. احنا فرحانين طبعا باحمد جدا، وبنبارك لك على احمد ياسر وفوزه طبعا ببطوله الامم الافريقيه وتاهله للاولمبياد مع المنتخب، وان شاء الله نتمنى له الاستمراريه. عايز اكلمك على مباراه النهارده، مباراه مواليد 2004، وازاي المباراه دي كانت اجواءها ماشيه ازاي بعد ما تاخرنا، عملت ايه في المباراه دي عشان نرجع كده؟ والله بص يا امير، هي مباراه متعه يعني، ان شاء الله تتذاع على قناه الاهلي اكيد. ان شاء الله طبعا. تتفرج على المباراه كانك بتتفرج على فرقتين كبار. كويس. فرقه المقاولين فرقه محترمه، فرقه ادت اللي عليها.
بس هو لازم يعرف اللي هو بيلاعب النادي الاهلي، ودي ممكن يكون الناس تبقى تسرح شويه. كويس. ان انا على فكره الماتش لو سر المباراه لو انا قلته لك 2-0 1-0 المقاولين، 2-0 المقاولين، 2-1، 2-2، 3-2 للمقاولين، 3-3، 4-3 للاهلي. اه ماتش مميز. انا الحمد لله غيرت التكتيك بتاعه اثناء المباراه وغيرت شكل الفرقه، انا بلعب على مكسب وبلعب على بطوله. اكيد. طبعا ولا بعد انا من النوع كمان الحمد لله يمكن لو سالت ولا بحط اعترض على حكم ولا بحس ايه، احنا بنلعب باسم النادي الاهلي. بالظبط صح. لازم قبل النتيجه لازم يكون السلوك بتاعنا يكون سلوك حضاري للفرق كلها. صح. حتى لو قدر الله خسرت او النتيجه مش كويسه بتبقى برضو دي في وشنا، فانا عمر الحكم حسب عليها ضربه جزاء كابتن محمود، ومع ذلك انا ليا ضربه جزاء قبلها ما اعترضتش وحسب ضربه الجزاء والماتش ماشي الحمد لله زي ما انت شايف كده. انت بتتكلم على انا قلت قبل كده وما زلت بقول انا بعمل فريق للنادي الاهلي ممكن ما اخدش بطوله كويس. ممكن على المدى البعيد انت عارف بيلعب فرق يا انيس بيلعبوا باسماء اولاد ثانيه وبيلعبوا باسماء ناس ثانيه وقصص كبيره والحمد لله كابتن فتحي وكابتن هشام حنفي والمجموعه الاداريين اللي عندنا كمان يعني احنا ماشيين في الاجراءات دي برضه علشان نجيب اوراق، يعني احنا مش بنشك في حد بس احنا بنقول ده حقنا حق مشروع لينا. انا ما بقولكش هات مواليدك اللي هي الحقيقيه، لكن انا اروح العب فرق الاقي المواليد بتاعها 2000 وهو معايا ورق زي كده طبعا تشوف الاثباتات مفيش. الاقي ابني من ولادي بيلعب 2004 وبتلعب لي مواليد 2001 صعب جدا 3 سنين فرق. دي جزئيه مهمه جدا لازم يتم علاجها، ما اعرفش ازاي تتعالج بصراحه كابتن ياسر بس لازم يبقى في نظر فيها. احسن بص يا امير المشكله اللي مقابلانا احنا النادي الاهلي ما بنعرفش ناخد مركز ثاني صح وما بنقبلش ناخد مركز ثاني ولا ثالث. المركز الثاني والثالث بالنسبه لنا يبقى احنا كده ما نجحناش. النادي الاهلي بيلعب على بطوله الفرق كلها ما بتفرقش معاها اغلبيه الفرق يعني احتراما طبعا كله بيجتهد بس الفرق تقول لك انا بلعب خلاص صح مش فارقه معايا مركز ثاني من ثالث لكن النادي الاهلي فريق معاه مركز اول. وانا ده اللي معود على لعيبه النادي الاهلي انا بلعب باسم النادي الاهلي لازم على قد المسؤوليه صح حتى لو بلعب ناس اكبر مني التيشيرت اللي انت لابسه ده انا بقول لهم ايه تيشيرت النادي الاهلي قيمته ايه اي واحد وانتم محظوظين انتوا في النادي الاهلي يعني انتم محظوظين ان انتوا لابسين تيشيرت النادي الاهلي صح خليك على قد المسؤوليه صح. الحاجه الثانيه اللي انا يعني برضو بقول للعيبه بتاعتي انا عندي 11 لعيب وعندي ما شاء الله اسطول من اللعيبه ما شاء الله بس اعذروني انا يعني انا غصب عني بدي اللي انا بثبت فريق لكن انا عندي مجموعه ثانيه والثالثه يا امير بقول لك ما شاء الله مستوى عالي جدا كويس هي ظروف البطوله وظروف الماتشات وضغوط الماتشات ورا بعض مخلياني اثبت فريق بس مش اكتر. ده شيء مهم وبنبارك لك يا كابتن ياسر طبعا على الفوز ده ونتمنى لك كل التوفيق واحد من ابناء النادي الاهلي المميزين لكن برضه انا عايز استغل فرصه تواجدك معايا معانا الكابتن ياسر يا جماعه معاك. طيب عايز استغل فرصه تواجدك معايا واسالك على المباراه بكره ما بين الاهلي والنجم الساحلي تشوف المباراه دي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ لا ما انت بص يا امير مباراه النجم الساحلي والاهلي احنا لازم من جوانا احنا عارفين هي مباراه صعبه جدا. طبعا. ضغط نفسي وعصبي كبير جدا. واللعيبه عندنا برضو عندهم الحمد لله ماشيين كويس جدا في الدوري الممتاز. الحمد لله. خطوات ثابته كويسه قوي. اعتقد دي ده فعلهم اللي هم يعملوا نتيجه واداء في النجم مع النجم الساحلي. ان شاء الله النجم الساحلي احنا الحمد لله كنادي اهلي احنا بنحترم اي فريق بنلعبه وبنقدره وبنديله قيمته طبعا ونجم الساحلي ان فرقه كبيره ولها كل الاحترام والتقدير بس هو برضه بيلعب النادي الاهلي وعارف ان المباراه صعبه عليه اكتر ما صعبه علينا احنا الحمد لله عندنا كم من اللعيبه موجودين وحالتهم الفنيه والبدنيه كويسه جدا فاعتقد الامور ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله باذن ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يحالف لعادتنا وحالف الجهاز الفني وان شاء الله يكون من نصيبنا الاول 3 نقاط وانت عارف المجموعه بتاعتنا برضو الهلال السوداني وبلاتينيوم ومعانا نجم الساحلي فرق برضو تقيلة مش قليله طبعا طبعا في بطولات افريقيا اكيد انا بشكرك يا كابتن ياسر شكرا جزيلا نجم النادي الاهلي السابق ومدير الفني المواليد 2004 بالنادي الاهلي كابتن ياسر ريان وبنبارك له على الفوز النهارده مباراه كبيره مع مقاولين 4-3 للنادي الاهلي وكمان نتكلم عن مباراه الاهلي والنجم الساحلي نرجع نكمل اخبارنا من سوبر كوره وائل جمعه اسطوره النادي الاهلي اسطوره كبيره قوي وائل جمعه ده في الحقيقه يعني لعيب كده من اللي ما يتكرروش هجوم الاهلي الكاسح ودفاعه المتماسك ومهدان الطريق للفوز على النجم كابتن وائل جمعه كان ليه تويته كده بيبين من خلالها ان هو واثق جدا في فريق النادي الاهلي في ظل ظهوره مع مستر فايلر وبعد كمان المباريات الاخيره للفريق ومستواه المميز وكل المعطيات اللي بتبقى قبل هذه المباراه لكن دايما
الملعب بيبقى مختلف، المباراه ظروفها كل مباراه وليها ظروفها يعني، انا مش عارفين، لكن دعم مهم جدا من اسطوره كبيره جدا زي الكابتن الكبير كابتن وائل جمعه. عايز اروح لبعض الصحف التونسيه، صحيفه الصباح التونسيه مثلا قالت ايه؟ قالت النجم الساحلي الهيئه تتبرأ، ده بيتكلموا في موضوع رمضان صبحي، احنا خلاص بقى اتكلمنا في القصه دي. مهم ان الراجل متكرم يعني، طالما واحد كرمه من تونس يبقى الشعب التونسي كرمه، ده دي لفته مميزه. تعزيزات مهمه قبل مواجهه الاهلي، وقصدهم عوده ياسين الشخاوي كان مصاب وبقى جاهز، سليم بخنشوش برضو ايضا جاهز، وحمزه الاحمر، ثلاثه مهمين جدا بيعودوا لصفوف النجم الساحلي. في المقابل ايهاب المساكني ومحمد الامين بن عمر هما بيشاركوا بالمناسبه في التدريبات الجماعيه، لكن مش جاهزين بنسبه 100%، مش عارفين يقدروا ينفعوا يلعبوا ولا لسه يعني، هنشوف. نروح لموقع فوت 24 التونسي، النجم يضيف هذا الثنائي للقائمه الافريقيه، هم اضافوا وجدي كشريده لاعب ايضا مميز ولاعب دولي، والليبي انيس سيلتو، ده بعد طلب من جريدو المدير الفني الاسباني الحالي للنجم الساحلي والاسبق للنادي الاهلي. بخصوص سليماني كولبالي، سليماني كولبالي طبق الاخبار كده اللاعب الهارب من النادي الاهلي ولاعب النجم الساحلي الحالي مش هيكون موجود، لان هو اصلا ما تمش قيده في القائمه الافريقيه، وهيتم ارجاء قيده لشهر يناير. دي الاخبار المكتوبه في الموقع التونسي يعني. نروح بقى اليوم السابع في مصر، هنا الاهلي يناقش تاجيل تدعيم خط الدفاع للصيف، ده الاقرب. الموقع الكابتن فايلر يدرس قيد عمار حمدي افريقيا بعد رفض اعارته، يعني من يومين كده كان في اخبار بتقول انه هيطلع اعاره، والنهارده في اخبار بتقول انه مش هيطلع وهيتم كمان قيده افريقيا. لعيب كبير وعمل بطوله كويسه بطوله افريقيا، القرار في الاول وفي الاخر بيبقى للجهاز الفني. هروح لتقرير سريع مع الجماهير، عمله زميلنا العزيز كريم احمد هناك في تونس. بعد التقرير ده استضيف مباشره الاستاذ الكبير استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير. تقرير فاصل، نرجع مع الاستاذ محمد الاوسي، يلا بينا. ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقنا ونكسب، احنا دايما ورا الاهلي في اي مكان وفي اي حته هنسافر ورا النادي، متعودين نيجي وراه لان الاهلي هو مصدر فرحتنا يعني، وهو الحاجه الوحيده اللي هتسعدنا ان شاء الله، وكلنا ثقه ان شاء الله في اللعيبه، وباذن الله ان شاء الله احنا السنه دي اللعيبه كلها عندها اصرار، والجمهور نفسه كلنا ان شاء الله باذن الله نجيب افريقيا باذن الله. طبعا هي بقى الاولويات لينا الملعب بتاع راديس غير ملعب سوسه، بصراحه ملعب سوسه صعب جدا حتى في الارضيه في الكلام ده. احنا طبعا النادي الاهلي احنا قوه ضربه في افريقيا، احنا اكبر نادي في افريقيا، فان شاء الله ربنا هيكرمنا، معانا لعيبه رجاله ومعانا جهاز فني محترم، وان شاء الله ربنا يكرم السنه دي باذن الله وناخد افريقيا. افريقيا السنه دي ان شاء الله احنا ناويين عليها من اول ماتش في المجموعات، وان شاء الله اللعيبه السنه دي رجاله وهم ناويين على البطوله، وبصراحه شايفين فيهم تركيز وشايفين فيهم حماس كويس جدا، وكلهم ناويين في الروح بتاعه 2006 موجوده، روح اللي كنا بنشوف 2011، روح البطولات. بص البطوله بتبان من اولها، اللعيبه السنه دي نازلين حتى من طشه الدوري بنجيب جون الثاني، اللعيبه بتلعب مفيش سكور يعني، مش معنى جبنا كنا بنشوف قبل كده بصراحه جبنا جون بنيل عليه السنه دي، الحمد لله اللعيبه نازله نفسها مفتوحه، نازلين يعملوا سنه للتاريخ. 2020 ان شاء الله هتبقى سنه تاريخيه للاهلي باذن الله. كل مره الاهلي بيجي في تونس هو بينور يعني الجاليه المصريه، والجاليه المصريه بتبقى مستنيه منه هنا في تونس انه يرفع راس مصر اولا، ويرفع راس جماهير النادي الاهلي في حاله انه فريق النجم الساحلي نجم فريق كبير، النادي الاهلي الفريق الاول في افريقيا، الاهلي عنده شخصيه البطل، اللي عايزين شخصيه البطل تاني ترجع. مباراه صعبه الحقيقه، بس عندنا اولويه ان احنا عارفين ملعب رادس، يعني افتكر انه ملعب رادس هو يعني يعتبر ملعب النادي الاهلي اكتر ما هو ملعب النجم الساحلي، النجم الساحلي بيلعب دايما متعود انه يلعب في سوسه، فده يمكن ادى كعب عالي للنادي الاهلي، النادي الاهلي عارف الملعب هنا، عارف الجمهور هنا، عارف الاجواء. كل اللي بنتمناه انه اللعيبه تبقى رجاله على وزن المسؤوليه، عندنا جهاز فني جديد، عندنا فريق كتير، محتاجين يبقى في جرينت، محتاجين الناس تبقى عارفه شخصيه النادي الاهلي، جمهور الاهلي احنا جمهور الاهلي ما تعودناش ان احنا نقعد كل السنين دي مستنيين بطوله افريقيا، الاهلي كمان خسر هنا من سنتين في النهائي، محتاجين نرجع تاني ونعوض جماهير النادي الاهلي ونرفع مع ضغط المباريات اللي فاتت واللي جاي. خطوه الطياره الخاصه خطوه ممتازه جدا من اداره الاهلي انها تقلل الارهاق عن اللعيبه شويه، احنا عندنا ضغط مباريات، عندنا يوم الثلاث الجاي تاني ماتش الكاس، بعد كده يوم الجمعه عندنا تاني الهلال، فكله ورا بعضه، واحنا الحمد لله دلوقتي بفضل الله يعني وما شاء الله في اعلى مستوياتنا الفنيه، الاهلي بيقدم اداء ممتاز جدا مع فايلر، ونتمنى ان شاء الله نحافظ عليه ونبدا البطوله ان شاء الله في دوري المجموعات باول ثلاث نقط من هنا من تونس، خصوصا ان ده مش ملعب النجم، هم زيهم زينا جايين اغراب يعني، فان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد اول ثلاث نقاط. هو النجم احنا يعني احنا لينا باع طويل معاه، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه بالشكل بالاداء اللي هم ادوه في الجونه، ان شاء الله هنبقى هنكسب النجم وهنكسبه بسكور باذن الله.
الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوصي ضيفنا العزيز زي ما حضراتكم متعودين كل خميس دايما. يا استاذ اوصي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي. منورنا دايما في الحلقه. ربنا يخليك يا امير. عندنا كلام كتير جدا وملفات عديده عايزين نتكلم فيها، لكن عايز ابتدي معاك في جزء مهم قوي وحاجه احنا بنلاحظها على مدار الكام يوم اللي فاتوا يا استاذ اوصي. تمام. يعني قصه ان البحث عن ازمه داخل النادي الاهلي مش الكام يوم اللي فاتوا بس، ده على مدار فتره كبيره. ده حقيقي. رايك ايه؟ يعني البحث عن ازمه او محاوله البحث عن فضيحه جوه النادي الاهلي. فضيحه كمان؟ يعني عاد عايز يعمل فضيحه. لو حد يقدر يعملها يعملها يعني. بمعنى ان الـ 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 الاهلي دلوقتي في حاله يعني من الاستقرار والهدوء. وعندك فريق الكوره بتقدم بشكل قوي وشكل مميز، وهي الفرقه الاقوى حاليا في الدوري المصري ان شاء الله موفقه بكره في مباراتها في اولى مباراتها في دور المجموعات مع النجم الساحلي. طب وبعدين يعني دول يعني هيفضلوا ماشيين كده ولا ايه النظام؟ مش لازم تدور على اي حاجه، لان لما بتعلى الكوره خلاص الدنيا بتهدى وبتستقر والامور بتهدى. لما الكوره لا قدر الله بتبقى في ازمات كتيره جدا مهما عملت يعني. فهم شافوا ان الحته اللي كانت مشكله في النادي الاهلي اتظبطت خلاص، يعني دي بقى اللي هي، لان جمهور النادي الاهلي في مصر كلها لا تهم الا كره القدم يعني. فدي اتصلحت بدرجه كبيره جدا جوه النادي الاهلي، وما زال دعمها قادم بشكل كبير جدا بصفقات ثقيله جدا من النوع الثقيل القادمه ان شاء الله. ان شاء الله في مراكز مهمه جدا يحتاجها الفريق يعني. حاجات البحث عن فضيحه بدات مثلا من اول الكلام الحديث عن الانتخابات. يعني احنا دلوقتي بالظبط مر من عمر المجلس الحالي برئاسه كابتن محمود الخطيب سنتين بالظبط. هو في نوفمبر 2017 لغايه نوفمبر 2019 سنتين، لسه باقي كمان ايه؟ سنتين كاملين. هل يعقل يتم الحديث عن الانتخابات من الان؟ لا، استغلال فتره علاج الكابتن يعني. هل هذا منطق؟ وهل هذا يعني، هل هذا يعني، انا اسف، هل هذه اخلاقيات موجوده عند البعض انك انت تبدا تتحدث عن هذا وتربط بين هذا وان كابتن خطيب بيتعالج في المرحله الحاليه؟ ما دخل هذا بذاك يعني؟ طبعا امور غير لائقه وامور غير محترمه، غير ان هدفها ان تعمل اي فركشه جوه النادي الاهلي، بل يتم الربط بان الكابتن الخطيب مثلا بيدعم طرف اخر ضد حد موجود معاه للعمل الوقائع جوه مجلس اداره النادي الاهلي نفسه بهذا الشكل يعني. فده واحد من الاشياء اللي بيلعبوا عليها، واعتقد ان دي حاجه زي كده يعني لم تلقى صدى لا داخل النادي الاهلي ولا بره النادي الاهلي ولا لدى جمهور ولا اعضاء النادي الاهلي، ويمكن حتى من ادعى ذلك يعني نال ما ناله من الانتقادات الشديده. هذه واحده لم تفيد. احنا فاجئنا بداخلنا على واحده ثانيه عن فضيحه اخلاقيه الازهر ومش عارف ايه وكلام بهذا الشكل وبتاع. طب يا عمي انت يعني الحاجات دي في منتهى السيئة، كيف تتحدث عن هذا الامر يعني بلا ادله وبلا كلام وبلا قرائن وبتاع؟ وياتي الكلام من الكلام ده اتكلموا عن يعني وليد هنا في مصر احنا ما عرفناش، قناه مغربيه عرفت وناس عرفوا وناس اتكلموا وناس بتاع، كل هذا لاحداث ازمه داخل الفريق وعمل مشكله والبتاع في لقطه يعني برضو غير لائقه. تجي داخل على مرحله تانية تخلص من دي تفاجئ بان تسريب صوره مبهمه المعالم، انت عارف الصوره النيجاتيف دي مثلا، فيتم تسريب صوره بهذا الشكل ويقال ان المهندس عادل القيعي قاعد مع كهربا لعمل كل مشكله. كل دي احداث بتحصل على مدار الفتره دي. ده في الايام الاخيره يعني لعمل مشكله جوه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دلوقتي ما ينفعش يقعد مع حد ولا يتصور ولا يعمل حاجه. ايا يعني كانت المفاوضات مع كهربا ما كانتش، حتى الان الاهلي لم يعترف رسميا بوجود اي مفاوضات ولم يتحدث عن اي شيء في هذا الامر يعني. يعني الاهلي دايما لا يعترف باي لاعب ولا يعترف بوجود اي لاعب الا لما يتم توقيع العقد والاهلي يعلن رسميا ان هذا اللاعب اصبح اهلاويا. غير كده كل ذلك كل الانديه بتتفاوض ايا كانت هذه المفاوضات يعني. فدي كانت برضو من الحاجات اللي هي غريبه، كلها اجتهادات. تخلص من دي تفاجئ من حوالي يومين ده كده ازمه مؤمن زكريا والبعض يتحدث بشكل، طبعا تسمع الكلام يعني لا يعني ما تقدرش تعقله يعني. يعني بقول لك ايه، ان الاهلي تخلى عن مؤمن زكريا وبعت له استغنى. كيف يستغني الاهلي عن لاعب لم يقيده اصلا في قائمته؟ مؤمن زكريا لاعب هو عارف ان هو خارج قائمه الاهلي لظروفه الصحيه ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله ويعود بإذن الله. يعني مرعبا حرقا في صفوف النادي الاهلي وفي هجوم النادي الاهلي يعني. ومش كده وبس، ده كمان الاهلي يعلن تخليه عن علاج مؤمن زكريا مع ان هناك قرار رسمي وواضح من مجلس اداره النادي الاهلي. بص اللقطه دي اهو، كابتن محمود الخطيب بص يعني هنا يا استاذ اوسي اتفضل معايا. اخذ على عاتقه
علاج مؤمن بالكامل يعني وخدم مش بشكل شخصي، ده مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، قرار مجلس اتخذ قرارا بتحمل نفقات مؤمن زكريا بدون اي سقف، والاهلي يعني اعلن ذلك رسميا يعني كل المستحقات اللي كانت لمؤمن زكريا. طالما الاهلي اعلن ذلك رسميا يبقى الاهلي خلاص مسؤول عن موضوع مؤمن زكريا، مسؤول العمليه انتهت. لو في اي حاجه ثانيه يا جماعه مجلس اداره النادي الاهلي هو مسؤول، احنا اهو بنتكلم بصراحه من خلال قرارات النادي الاهلي، فهو الاهلي مسؤول مسؤوليه تم عن القصه دي من خلال قرار اجتماع مجلس الاداره. اتفضل يا استاذ يوسف. فالموضوع منتهي يعني مؤمن كان ليه مستحقات قديمه من قبل المجلس ده وطالب بيها حتى بدون مستند رسمي، الاهلي اداها له خد هذه المستندات وله عقده الممتد، ما زال عقده هو بينه وبين الاهلي عقد لكنه ليس مقيد في قاعده الاهلي. وبالتالي الاهلي هيستغني ازاي يعني الاستغناء ده بيطلع منين؟ من المنطقه واتحاد الكوره واجراءات بهذا الشكل يعني. طب مؤمن اصلا مش موجود فيهم، هو اختار اتبعت، ما ده اختار طبقا للاهلي، ده مش اختار ده اختار من ثلاث شهور اتبعت لكل اللعيبه التي لم تقيد بالزبط. في قائمه الاهلي دي لائحه بتقول كده، امر اللائحه روتيني وكان متفق عليه مش دلوقتي يعني ولا علاقه له بالامر يعني. فالامور يعني امر غريب جدا ان يتم اساله هذا الامر في هذا التوقيت والامور ده. مقصود يا استاذ اوسي مش على ازمه، مش هنقول مقصود يعني. انا مش عايز اقول مقصود يعني لان من يعني روجوا لهذا ما اعتقدش ان هم ممكن يقصدوا حاجه زي كده يعني، لكن عليهم التحري. انا بتكلم على قصه بعينها، انا بتكلم على مجموعه الاخبار اللي حضرتك تناولتها يعني دلوقتي. ما هو النادي الاهلي في حاله هدوء وحاله استقرار، ازاي يا عم انت تبقى في حاله هدوء وحاله استقرار؟ لازم ادور على اي حاجه باي شكل، مش كل يا سيدي لو دورت وليت وعندك معلومه حقيقيه، اي حد في اي اتجاه يعني لو عندك معلومه حقيقيه وتقدر تدلل عليها فده كلام عظيم محدش يقدر يتكلم فيه، محدش يقدر. لكن مجرد اطلاق اي اسماء واي اخبار بدون اي ادله وبدون اي وقائع فده ايه المشكله يعني. تلاقي كلام كتير عن صفقات وده ماشي وده قاعد وده جاي والاهلي هيجيب وفلان هيدفع للاهلي نص صفقه وفلان هيدفع للاهلي قيمه الصفقه وحاجات من هذا الشكل يعني ما نتكلم فيها. ومجلس اداره الاهلي والنادي الاهلي لا علاقه له بهذا الامر من قريب وبعيد، الاهلي لو محتاج لعيبه او هو محتاج لعيبه بيتفاوض معاها هو وعارف بيتفاوض معاها ليه ومحتاجها في ايه ولديه القدرات يعني التفاوضيه والقدرات الماليه التي تمكنه من عقد اي صفقات يريدها يعني. انت بتتكلم عن النادي الاهلي السنه دي عنده ميزانيه ماليه تخطى 2 مليار جنيه بفائض 300 مليون جنيه يعني. فالاهلي عنده استقرار مالي كامل في اموره اللي ساعده على تدعيم فريق كورتو وعمل كل ما يريد يعني. فدي الازمه اللي موجوده دلوقتي وده اللي البعض بيحاول اختراق ازمات، لكن الاهلي رغم كل ذلك يسير بهدوء شديد جدا وبريحية شديدة جدا وكعادته يعني الصمت هو أكبر رد وأكبر رسالة بيرد بها على كل من حاول أن يروج لأشياء غير موجودة على أرض الواقع على الإطلاق يعني. ده شيء مهم جدا يعني كنا لازم نوضح يعني حاجة بهذا الشكل يعني في كويس في ماشي. نروح للأهم بقى الفترة دي ومباراة بكرة بإذن الله، مباراة النجم الساحلي وبعد يعني مباراة الجونة والأداء المميز يا أستاذ أوسي. البعض ما كانش متوقع شوية أن الأداء هيرجع كويس بعد قبل فتره التوقف بسبب فتره كانت طويله جدا، لكن الحمد لله شفنا اداء النادي الاهلي في ماتش الجونه بشكل جيد، لاعبين بتتالق، كل حاجه الحمد لله ماشيه بشكل كويس. يترتب على ايه مباراه الجونه؟ ايه اللي ممكن يحصل في مباراه بكره باذن الله؟ خلينا يعني ابدا معاك برضه من بدايه الجونه لان احنا يمكن الاسبوع اللي فات كنا في نفس الحلقه واتكلمنا عن حاله القلق اللي بتنتاب جمهور النادي الاهلي من امكانيه عوده الاهلي الى ما المستوى الذي انهى به المسابقه بعد ما شفناه في الثلاث مباريات قدام سموحه والانتاج الحرب واسوان. فمستوى عالي وصل لمستوى كويس جدا، فالناس قلقت 40 يوم الاهلي ما بيلعبش كوره، يا ترى الاهلي هيرجع زي ما كان ولا فايلر واللعيبه هيبداوا من جديد ياخدوا لهم ثلاث اربع مباريات ولا ماتشين على ما يرجعوا. كانت المفاجاه للناس كلها ولينا ان الاهلي عاد كما كان واكثر قوه مفاجأة. واكثر تركيزا. طبعا لا انت واقف بقالك 40 يوم ما بتلعبش كوره يعني يعني بقالك 40 يوم ما بتلعبش كوره، فعدم لعب كوره مباريات رسميه ده بيفقدك الحساسيه، بيفقدك لياقه المباريات، بيأثر على المستوى الفني والبدني للاعبين مهما عملت تدريبات ومهما عملت شغل ومهما عملت مباريات وديه، فهذا لا يتساوى مع المباريات الرسميه يعني. فمؤكد ان غيابك عن المباريات الرسميه 40 يوم ده المؤكد المفروض يكون ليه تاثير يعني. لكن الحمد لله ان الاهلي عاد بقوه وعاد بشكل مركز ولعبته بتلعب وبتأدي كانها يعني لم يتوقف الموسم بالنسبه لها يعني. وعادوا كاقوى فريق في المسابقه يعني ادوا بشكل قوي شكل مميز يعني اداء ولعب ونتيجه وتركيز واصرار من جميع اللعيبه. اللعيبه غابت عندك ما ظهرش التاثير الكبير بما فيهم ان
طبعا حمدي فتحي اول الغائبين لانه كان مع الاهلي قبل الايقاف، الان حمدي فتحي غير موجود وهو من القامات الاساسيه اللي كان معتمد عليها مستر فايلر. كمان عنده ورقه مهمه جدا الكل متوقع ان يلعبها رغم حاله الاجهاد اللي موجوده فيها، اللي هو رمضان صبحي. رمضان صبحي راجع مع المنتخب الاولمبي احسن لاعب في البطوله، يعني زمانه في ماتش مرتين ثلاث اهداف، عامل برضو اسيست ثلاث اهداف، سوبر البطوله. وكل متوقع ان يكون اساسي في الفريق، نفاجئ ان فايلر ما قعد رمضان صبحي وما بيلعبوش. ولما اشركوا لم يكن بالهدف اللعب، يعني كانت النتيجه خلاص حسمت تقريبا، بقت 4-0 كانت 3-0. كان بهدف ان يلعب وياخد يعني كانه في التدريب مثلا بيجهز نفسه او بيعطيه حساسيه اللعب وثقه اكتر في نفسه، بدل ما يقعد كل الوقت ده قبل ماتش النجم الساحلي يعني. فطبعا ده دليل على ان الراجل بيشتغل وفاهم هو بيعمل ايه وعنده قدرات وعنده امكانياته، وانه بيعتمد على المجموعه كلها، مجموعه اللاعبين اللي موجوده عنده. ودي ميزه الفرق الكبيره، ميزه الفرق اللي بتلعب على بطولات، ميزه الفرق صاحبه النفس الطويل، انك انت مهما كان عندك اي نجم ممكن يغيب، فانك انت بتقدر تعوض هذا النجم او هذا اللاعب باي شكل من الاشكال. فالاهلي بيأدي كرة جماعية، كرة محترمة، كرة تليق باسم الاهلي الحقيقة، يعني كرة ممتعة. يعني انا كرة يعني من سنوات طويلة جدا ما شفناش الكرة الجميلة دي، وهذه الروح وهذه العزيمة اللي موجودة في لعيبة النادي الاهلي. ودي مش احنا اللي بنقول كده، ده شهادة كل الناس والمحللين والمتابعين لهذا الامر يعني. طيب هنخش على ماتش النجم الساحلي. ماذا صعوبة بقى المباراة بكرة، وكيف سيتعامل معها المدير الفني والنادي الاهلي يا استاذ يوسف؟ تمام. مباراة النجم الساحلي دي مباراة تعتبر من المباريات التقيلة. التقيلة جدا والمهمة جدا، ودي تعتبر واحدة من يعني العقبات في طريق الاهلي وفايلر. مباراة مهمة يعني. عقبة. طبعا عقبه، يعني انت دلوقتي الاهلي في هذه المجموعه اللي هي المجموعه الثانيه في دور المجموعات، الاهلي داخل كتصنيف اول. صح. التصنيف الثاني النجم الساحلي.